ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في إطلالة جديدة من برنامجكم المباشر الخزانة، والذي يشرف على أعينكم عبر شاشة قناة زاد العلمية. باسمكم جميعا أرحب بضيفنا الدائم لهذا البرنامج فضيلة الشيخ عبد الله بن سالم البطاطي، حياك الله يا شيخ. أهلا وسهلا، حياكم الله، بارك الله فيك. يا مرحبا. كما نسعد بمداخلاتكم معنا عبر أرقام التواصل التي ستظهر أمامكم على الشاشة وعبر وسائل التواصل الاجتماعي. بداية شيخنا، مع نهاية فعاليات معرض الكتاب الدولي بالرياض، كيف كان المعرض وكيف كانت فعاليات المعرض؟ طبعا الحمد لله، اليوم هو اليوم الأخير من أيام معرض الكتاب عام 37 بالرياض. طبعا بالنسبة لي المعرض يعتبر محفل للاجتماع بأهل العلم والفضل والباحثين، وقد التقيت ولله الحمد في المعرض بعدد كبير من العلماء والمشايخ الفضلاء والباحثين والكتاب وبعض أعيان الناس، والله الحمد حصل من اللقيا حتى أني أزعم أن عدد القبولات التي أخذتها أكثر من عدد الكتب التي اشتريتها واقتنيتها. والسبب أنه فعلا يعتبر مثل المزار للجميع، الجميع يجتمع في هذا المحل في وقت واحد ويتزاور الناس، أيضا كذلك اللقيا بأصحاب دور النشر، لأن بعضهم لا نلتقي بهم إلا من السنة إلى السنة، أو في المعارض ذهبنا المعارض الدولية أو نحو ذلك. فهو الحقيقة محفل تعارفي كبير جدا، يجتمع تحت سقفه عدد كبير من المشايخ والفضلاء وطلبة العلم والناشرين، ولله الحمد، وهذا يجعل التواصل العلمي بين أهل العلم قريب جدا، ويبنون عليه أشياء. يعني دور النشر تستفيد من تواجد من التواجد الكبير لأهل العلم في المعرض، صفقات، عقود شراء كتب، عقود معينة مع المؤلفين، استكتابهم ببعوث معينة، هذا كله يتم في المعرض. فكان هو من هذه الناحية رائع جدا من هذه الناحية، وهو كل سنة ينتظر لأجل ذلك. زد على ذلك أن بعض هناك بعض الفعاليات التي تقام على خارج المعرض لكن على في أيام المعرض، فمثلا تجد بعض أصحاب المجموعات والجروبات الموجودة ونحو ذلك يجتمعون بعد المعرض أو نحو ذلك في أيام المعرض في محل ما ويتزاورون، لأنهم يجتمعون من كل بلد لأجل المعرض وتحصل هذه الزيارة وهذا الاجتماع. نعم. فهو الحقيقة محفل كبير، يعني يحصل فيه عدد من الأغراض المناسبة والطيبة بين الناس. نعم. هذا من جهة التعارف والتآلف بين أهل العلم والمؤلفين. نعم. أما من ناحية الكتب وتواجدها، ولا شك أن هذه السنة كان عدد الإصدارات الجديدة أقل من كل سنة، وهذا ليس ذما، هذا بالنسبة لي ممتاز، نريح جوبنا شوية. نحن نرتاح، خاصة من يهمه متابعة الجديد، وبعض دور النشر جادة، يعني تخرج شيء جديد فعلا جاد، فكونوا لا يخرج إلا عدد قليل من الإصدارات الجديدة أنا لا أعتبرها ذما أبدا، بل هو طيب يريحنا نحن من جهة، ونستعد للسنة القادمة إن شاء الله. لكن هذا ليس نقصا، لأنه بعض الناس وجدتهم يتأففون، السنة الماضية كان أحسن عدد كثير، هذا ليس ميزة. أحيانا تنشط بعض الدور للزيارة، يحس عندها سيولة مالية أو تجد داعم فتزيد عدد الإصدارات، وأحيانا لا. مع العلم أن من أكثر الدور المشاركة في المعرض إنتاجا للكتب والمؤلفات الجديدة كانت المراكز البحثية والدراسات العلمية الموجودة في المعرض. نعم. يعني مركز تكوين ومركز تأصيل وباحثات والبيان وجماعة من هؤلاء كانوا حقيقة إنتاجهم غزير، يعني لا يقل عن 15-16 عنوان، لا يقل عن ذلك، وهذا عدد ينافسون به كثير من دور النشر حتى بعضها دور نشر عريقة كبيرة قديمة في هذا المجال،
ومع ذلك ولله الحمد كان عدد صلاتهم يفوق ما عند هؤلاء، وهذا خطوة إن شاء الله إلى الأمام. نعم شيخنا، لو أحدهم سألك يعني لو أحدهم قام مثلا بشراء كميات كبيرة من الكتب في المعرض، ممكن لو سألك كيف أقوم بقراءة كل هذه الكتب اللي اشتريتها؟ طب أنا بس خلينا ننبه قبل حاجة، وحاجة مهمة. طيب تفضل. انتهاء المعرض لا يعني انتهاء شراء الكتب. انتهاء المعرض لا لا يعني الانتهاء من شراء الكتب. نعم أبدا، ليس معنى انتهاء المعرض أنه لا يمكن بعد كده تشتري كتب، لا. الكتب هذه كلما سنح لك أن تزور المكتبة ولو في الأسبوع مرة أو مرتين في الأسبوع مرة، هذا على تقدير، خاصة إذا كنت طالب علم حقيقي جاد. نعم. لابد حتى تشرف كل أسبوع، ما يفوتك شيء، ما هذا خرج وما هو الجديد. وأنا أنصح بزيارة المكتبات المتابعة للجديد من دور النشر، ولو بالنظر تعرف أقل شيء ما خرج. انتهاء المعرض لا يعني الانتهاء من شراء الكتب، ولكن يبقى وحينئذ ينتقل الإنسان في طول السنة يشتري محتاجه من هذه الكتب، وهذا له فائدة، وهي أنه لا يأتي عليك المعرض القادم إلا وقد خف عليك ما تشتري في ذاك المعرض القادم، لأنك اشتريت من قبل. وهذا مما يؤثر في نظرة بعض الإخوة لما يقولوا الجديد قليل، هو طول السنة يشتري، ولهذا الجديد قليل، أما الذي لم يظهر عليه هذه الكتب أو ما رآها فالجديد بالنسبة له كثير. كثير نعم. وهذه التناسبية الحاصلة بين هذا وهذا سببه هو هذا الذي مر. نعم. أما ما سألت عنه بارك الله فيك، وهو أنه بعض الإخوة حصلوا أنه اشترى في المعرض عدد كبير من الكتب. صحيح. طيب ما هي البرمجة اللي هي نافعة لقراءة هذه الكتب أو جردها والاطلاع عليها؟ طبعا قد لا يتسنى للإنسان قراءة كل ما حصله في هذا المعرض، خاصة بعض المكثرين اللي يشترون بالكراتين. لكن لا أقل من المطالعة، يطالع هذه الكتب التي اشتراها، وهذا شيء مهم لا أظن أحد يعفى عنه، لأن المطالعة يعني أن تقع على مفاصل الكتاب حتى تستبين لك ما ثنايا الكتاب، موضوعات الكتاب، أهمية الكتاب، ما تحتاجه من الكتاب، هذا أقل شيء. والباقي ممكن يؤخر إلى وقت الحاجة. ولا شك أن الكتب ليست كلها مما يقرأ كاملا. صحيح. وكم من كتاب يقتنى لأجل مبحث واحد فيه فقط، لا أقل ولا أكثر، أنه هو الجدة في الموضوع، والباقي مطروق مسلوك عند الأئمة أو عند المؤلفين والباحثين. فالإنسان يرتب نفسه هذه الكتب، يحاول يقرأها ويطالعها، يحاول يطالعها ويأخذ فيها نظرة عابرة تظهر له ما في داخل هذه الكتب، ثم بعد ذلك هو أدرى أين يضعها وإلى متى يؤخر قراءتها أو نحو ذلك، ولا أشكال في هذا. نعم بارك الله فيكم شيخنا، هذا ما كان يخص معرض الكتاب. الآن نبدأ في عرض هذه الكتب. نبدأ بسم الله. هذا كتاب رسالة علمية بحثية عالية، سماها صاحبها استناد الأحكام الشرعية على الكشوفات العلمية، مشروعيته وضوابطه. أنت تعرف لا يخفى عليك أن الكثير من الأحكام الشرعية أو بعض أحكام الشرعية تنبني على بعض الواقع. طيب إذا تغير الواقع هل يمكن أن يتغير الحكم الشرعي معنا أو لا؟ طيب هذه المكتشفات العلمية الجديدة هل لها أثر في حسم الخلاف ممكن أو لا؟ يعني مثلا الخلاف المشهور بين أهل العلم، هل الحامل تحيض أو لا تحيض؟ هذا خلاف مشهور على قوانين أهل العلم، مشهور معروف. طيب إذا كان الطب الحديث الآن يجمعون على أن الحامل لا يمكن تحيض، كذا يجمعون. نعم. ويقطع بهذا جماعة كثير ممن كتبوا من الأطباء وغيرهم. طيب هل هذا يحسم الخلاف؟ فنقول الطب يقول لك لا يمكن تحيض، هذا هو أثر الكشوفات العلمية على الأحكام الشرعية. نعم. المؤلف وفقه الله، طبعا ما قرأنا المؤلف، طبعا هو من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد صالح فرج، وهو من الباحثين اليمنيين المتميزين جدا وفقه الله. طبعا هذا الكتاب قدم له اثنين من أهل العلم الفضلاء، الأول هو العلامة القاضي محمد بن إسماعيل العمراني اليمني المشهور المعروف. نعم. والثاني الشيخ الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي، الدكتور الفقه المعروف وفقه الله. طيب الباحث ايش فعل؟ الباحث في هذا الباب أو في هذا الكتاب ذكر لك الأحكام الشرعية، أن هناك ما ينبني على بعض هذه الأشياء المكتشفات وبعضها لا يستغني عنها تماما. طيب ثم جاء وبدأ يذكر لك نوعان، يقول متى يؤثر المكتشف العلمي على الحكم ومتى لا يؤثر، ثم ذكر ضوابط لذلك، ثم ذكر أمثلة. طبعا هو الأمثلة ذكرها آخر شيء.
طبعا لا شك أن مثل هذا الكتاب كنا نحتاج إليه، لأن الكتب التي تكلمت عن أثر التقنية وأثر الاكتشافات ونحوها في الأحكام تراها ليست بقليلة، كثيرة، وكثير من الباحثين المعاصرين تعرضوا لهذا. نعم. كنا نحتاج إلى من يؤصل هذا الباب بذكر الضوابط له وبذكر مجال تدخل هذه الكشوفات من غيرها، فائدة ونفع مثل هذه من غيرها، وهذا الكتاب إن شاء الله يفي بشيء من ذلك بإذن الله. طبعا هذا الكتاب من إصدارات دار البشائر الإسلامية ببيروت المعروفة المتميزة بإصداراتها المتميزة إخراجا ونوعا. صحيح، دار متميزة، وفقهم الله. هذا الكتاب أيضا آخر بحث علمي سمى صاحبه إجارة الأعيان وتطبيقاتها المعاصرة، الإجارة المنتهية بالتمليك وصكوك الإجارة، دراسة فقهية مقارنة أو مقارنة. طبعا هذا البحث هو من بقلم فضيلة الشيخ الحبيب الأستاذ الدكتور علي محي الدين القرداغي، عالم مشهور وله كتابات كثيرة جدا منتشرة خاصة في الاقتصاد الإسلامي وهو تخصصه أصلا، وكتاباته في هذا السيارة، وكثير من البنوك والمؤسسات المالية ترجع إليه في كتاباته. وأصل هذا البحث كما ذكر في المقدمة أنه استكتب في مؤتمر من المؤتمرات الدولية حول مسألة إجارة الأعيان قبل أكثر من 20 سنة. نعم. ثم ما زال يضيف وينقح ويزيد وزاد أشياء حتى توسع عنده البحث إلى هذا، بعد أن كان ورقة تلقى في المؤتمر صار كتابا كاملا، وجر إليها التطبيقات المعاصرة وأنزلها على إجارة الأعيان. طبعا الإجارة نوعان، هو قال إجارة الأعيان وترك إجارة الأشخاص، قال هذا إن شاء الله له كتاب آخر سيخرج بعد هذا في إجارة الأشخاص. نعم. الأعيان يعني الأشياء، حكم تأجير الأشياء. نعم. والتطبيقات المعاصرة يعني ما كيف يطبقونها اللي هو المؤسسات المالية كالبنوك والمصارف وغير ذلك أو الشركات. طبعا الإجارة منتهية بالتمليك وصكوك الإجارة هذه من العقود المستحدثة، وهو مما تكلم فيها وبسط فيها الكلام في هذا الكتاب وفقه الله. نعم. هذا أيضا كتاب سلمك الله يتكلم مشهور معروف، وهو حرز الأماني ووجه التهاني. نعم. وهي المشهور بالشاطبية للعلامة الإمام قاسم ابن فره، فره كذا. نعم. بكسر الفاء وسكون الياء وشد بالراء المشددة المضمومة، فره ابن خلف بن أحمد الرعيني الشاطبي الأندلسي، هو صاحب النظم. نعم. هو جاء إلى كتاب التيسير لأبي عمرو الداني وجمع القراءات السبع ولخص ما فيه وزاد زيارات كثيرة جدا، وقصر منظومته هذه على القراءات السبع أصولا وفرشا، ومنظومته هذه سيارة معروفة ومحفوظة، المعروف بالشاطبية. نعم. في القراءات طبعا. طيب، وطبعت مرارا. طب ما ميزة هذه الطبعة؟ هذا اللي يهمنا الآن هنا. طبعا ميزة هذه الطبعة أنه قد قابل هذا الكتاب على أصوله العتيقة وصححه وربطه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ علي بن سعد الغامدي المكي. أخونا الحبيب توفرت له 6 نسخ خطية، منها نسختان نفيستان جدا لتلميذ الشاطبي، إمام الشاطبي. أي، وهو السخاوي المتقدم ليس المتأخر، من علماء القرن السابع. نسختان نفيستان عليهما خطه وقرئتا عليه. نعم. وهذا لأول مرة تعتمد في إخراج مثل هذا الكتاب غير النسخ الباقية الأربعة. فقام وضبط المنظومة كامل وشكلها وأخرج المنظومة بالخط وليس طباعة. نعم. وبينها بالأزرق والأحمر. أظن الآن سيظهر لكم طريقة الكتابة. صحيح، الكتابة الخطية. نعم. جعل الأزرق، جعل الأحمر للقراءات والأزرق إشارة إلى القراء والباقي بالأسود. نعم. واضح، أظن واضح، ظاهر معكم واضح. وكل المنظوم بهذه الطريقة. وطبعا هذه الطريقة الآن بعض الإخوة يقومون بها، وهي يشوفوا أحد الخطاطين ويكتب لهم مثل هذه المنظومات. شوف هذا مثلا، ها، والعناوين يجعلها بالأخضر، يكتبوا مثل هذه المنظومات بكتاب بطريقة الخط الفارسي الديواني أي مكان، تظهر بصورة جميلة جدا. ووفقه الله، يقول أنه دققها وحققها وراجعها مرارا حتى تنضبط، وعرضها على بعض القراء المتقنين، وهو يعني يرتضيها بهذا الشكل وفقه الله. طبعا أنت ترى هي خالية من الحواشي اللي في المقابلة. لأنه وهذا عمل حسن، أخر المقابلات إلى الأخير، وهذا عمل حسن، حتى من أراد يحفظها يستطيع يحفظها بهذه الطريقة. نعم. والحواشي كلها جعلها في آخر الكتاب. جيد. نعم. طبعا المنظومة مشهورة 1173 بيت. نعم. طبعا
هذا وفقك الله كتاب من كتب الأثبات والمشيخات، نعم. مشهور معروف، سماه صاحبه واسطة العقد الثمين في أسانيد الكتب التي انعقد على صحتها إجماع المسلمين، من رواية السلطان أبي عنان المريني أمير المؤمنين. طبعا هذا من تأليف الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد ابن مرزوق التلمساني، وهو من علماء المالكية المغاربة المشهورين، كان يشهر كان معروفا باسم الخطيب، توفي عام 781 للهجرة، وقد مدحه الأئمة حتى قالوا أنه نادرة الدنيا، هذا الإمام التلمساني. هذا الكتاب أحد الكتب الأثبات التي يسوقها صاحبها وهو الإمام التلمساني، إسناد الكتب المشهورة اللي هو شوف انعقد أسانيد الكتب التي انعقد على صحتها جميع المسلمين من الكتب الستة، لكن على طريقة المغاربة استبعد ابن ماجه وضع بداله موطأ مالك، المغاربة يفعلون ذلك بخلاف المشارقة، يستبعدون موطأ مالك ويضعون مكانه سنة ابن ماجه. طبعا ميزة هذا الإسناد أو هذا الكتاب أو هذه وهذا ثبت أنه من طريق أمير المؤمنين في وقته في زمانه أيام الدولة المدينية، نعم. اللي هو أبو عنان مشهور، مع أنه توفي شابا ما جاوز 30، قتل غدرا رحمه الله. جمع هو التلمساني الأسانيد إليه من طريقه. طبعا هذا الكتاب حققه وعلق عليه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ نور الدين ابن محمد الحميدي الإدريسي، وقدم له اثنان من علماء الحديث، أولهما العالم المشهور الشيخ شعيب الأرناؤوط وهو معارف معروف مقيم بالأردن، والثاني العلامة المشهور الشيخ عامر حسن صبري، وهذه من إصدارات مكتبة نظام يعقوب الخاصة بالبحرين وفقه الله، ومر معنا ذكر بعض أياديه البيضاء على بعض الإصدارات المتميزة. طبعا هذا الكتاب من إصدارات دار البشائر. هذا عندنا الآن كتابان جميلان جدا، أولهما أو مختصران، أولهما مختصر لطائف المعارف. نعم، لطائف المعارف. لطائف المعارف هذا كتاب للحافظ بن رجب الحنبلي رحمه الله، جمع فيه ما ينبغي على المسلم معرفته والقيام به خلال الموسم أو خلال العام، سماه لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف، إيش اللي تقوم فيه هذه، بدأ يقسمها شهر محرم إيش فيه من أعمال، شهر صفر ماذا فيه، وهكذا لا تنتهي السنة. نعم. هذا معنى فيما لمواسم العام من الوظائف، ذكر فيه ما يقوم به الإنسان في يومه وشهره وسنته، حتى فصول السنة ما بين ربيع وخريف وصيف وشتاء، ذكر في هذا الكتاب، وهو كتاب مطول ما شاء الله. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن سليمان المهنا وفقه الله قامه واختصر هذا الكتاب النفيس وعلق عليه في مواضع، واختصاره الحقيقة يعني يشاد به لأنه حافظ على عبارة المؤلف وانتقى من عباراته الواضحة المفهومة وابتعد عن المواطن المشكلة، وهذا يشكر له، ولهذا الكتاب ينصح به والكتاب مدعوم. طبعا نعم. الكتاب أولا من إصدارات دار ابن الجوزي، لكن دعمه عجلان وإخوانه، والكتاب مدعوم المجلد ترى 10 ريال ما شاء الله، وهذا مقصود حتى يكون سيار صحيح، وهو قصد في الأول في الأصل نفع الناس المبتدئين طلبة علم ونفع الناس في قراءته في المساجد. طبعا قدم له الشيخ المحدث العلامة الكبير الشيخ عبد العزيز ابن مرزوق الطريفي وهو عالم مشهور، نعم. طبعا هذا أيضا مختصر ثان له، سماه مختصر جامع العلوم والحكم، أيضا الحافظ بن رجب جامع العلوم والحكم، هو شرح للأربعين النووية، نعم. للإمام النووي رحمه الله، والنووية مشهورة صحيح. وهو أمتن وأوسع الشروح للأربعين النووية، وكل من جاء بعد الحافظ بن رجب استفاد من هذا الكتاب، لكن الكتاب الابن الرجب كان بحر مغرق سيال إذا تكلم انطلق صحيح، وفيه من تفاريع العلم وتفاصيل المسائل ما يحتاج إليه كثير من الناس. أيضا هذا كان من الدواعي لاختصاره، اختصره أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد سليمان المهنا، نعم. وقدم له الشيخ المحدث الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، وهو أيضا من إصدارات دار ابن الجوزي، مدعوم عن طريق عجلان وإخوانه، وأخونا فضيلة الشيخ محمد سليمان المهنا، نعم. ترى من زملائي في الدراسة وفي الكلية واعتز به وبين علاقة وصحبة جيدة وأظن معنا الآن ما شاء الله، لعلنا نسعد به الآن في مداخلة. معنا الآن أعزائي المشاهدين الشيخ محمد بن سليمان المهنا، إمام وخطيب جامع الملك خالد بالرياض، حياكم الله شيخ. شيخ محمد السلام عليكم. الشيخ محمد معنا؟
لعلنا نعاود الاتصال، انقطع الاتصال، جميل، نعاود لا الاتصال بأس مرة أخرى إن لا شاء الله. بأس. طيب، هذا تكميلا لمسيرة الاختصارات، هذا كتاب سلمك الله أيضا اختصار وتهذيب، سمته المختصرة تهذيب وتقريب، كتاب تعظيم قدر الصلاة للإمام أبي عبد الله محمد بن نصر ابن الحجاج المروزي. كتاب تعظيم قدر الصلاة من أنفع وأنفس الكتب التي ألف الأئمة في مسألة الصلاة. الإمام المروزي رحمه الله ألف كتاب تعظيم قدر الصلاة لأجل بيان عظمة هذه الصلاة ولبيان مسألة حكم تارك الصلاة، وهو في هذا الكتاب نقل إجماع أهل العلم وإجماع الصحابة، إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة، وكفر تارك الصلاة كانت من المسائل المحسومة قديما عند الأئمة. ثم بعد ذلك جره ذلك الكلام على مسألة الإيمان والإسلام والفرق بينهما، ثم إلى مسألة مهمة وواسعة من مسائل الاعتقاد، وهي مسألة دخول الأعمال في مسمى الإيمان التي خالف فيها المرجئة أهل السنة والجماعة، ولهذا توسع في هذا الكتاب. فقامت أختنا الباحثة وفقها الله الأستاذة الدكتورة أسماء بنت سليمان السويلم، وقامت وهذبت هذا الكتاب واختصرته وحذفت ما لا يحتاج إليه من الأسانيد والمكررات وكله، وأعادت ترتيبه بحيث أن بدأت بالأحاديث والآثار فيها تعظيم قدر الصلاة، ثم أردفتها بحكم تارك الصلاة، ثم تطرقت مسألة الإيمان ودخول العمل فيه ونحو ذلك. نعم، نستأذنك شيخنا، عاد معنا الشيخ محمد بن سليمان المهنة، حياكم الله شيخ محمد. يا هلا وسهلا، الله يحييكم. يا مرحبا، حياكم الله. حقيقة خطوة مباركة لاختصار هذين الكتابين، ما الدافع لذلك شيخ محمد؟ أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. اللهم صل وسلم. أشكرك يا أخي الحبيب، وأشكر الشيخ عبد الله على هذه الاستضافة وهذه المداخلة اليسيرة. حياك الله. ودافع اختصار هذين الكتابين هو التسهيل على الناس. ذكرت أنا في مقدمة اختصار جامع العلوم والحكم أني في أوائل سنية الطلب في المتوسطة أو في الثانوية أردت قراءة هذا الكتاب جامع العلوم والحكم، فلم أستطع قراءته كاملا لأنه صعب علي بعض المواضع، ثم قرأته بعد 10 سنوات فوجدته سهلا يسيرا، فعلمت ولله الحمد والمنة أن السبب هو السنوات التي درسناها في البكالوريوس والماجستير وما أشبه ذلك، وأدركت أن الناس ليسوا جميعا يستطيعون أن يدرسوا في الجامعات وعلى العلماء، وأن هذه مسؤولية من درس فيها أن يسهل العلم على غيره من غير المختصين أو ممن لم يدرس أصلا. فيسر الله اختصرت جامع العلوم والحكم، فجاء ولله الحمد كتابا سلسا وعليه إقبال كبير ولله الحمد المنة، طبع عام 1434. نعم. نحن الآن في 37، طبع 5 طبعات بحمد الله وفضله. ما شاء الله. لما تيسر هذا الإقبال أشار علي بعض أهل العلم أن أختصر لطائف المعارف، فالحمد لله صدرت الطبعة الأولى قبل أسبوع في معرض الكتاب، وأبشركم أن عليه إقبالا كبيرا ولله الحمد والمنه. ما شاء الله. نعم شيخ محمد، الشيخ عبد الله معك. شيخ كيف حالك شيخ محمد؟ ان شاء الله طيب. يا اهلا والله وسهلا، حي الله اخي وشيخي وزميلي. جزاك الله خير، الله يرضى عليك، سلمك الله. وعرفتك من ايام الطلب، صاحب طلب وهمه، ومثلك يؤتى منه مثل هذه المختصرات وزياده. شيخ محمد، ما عندك مشروع فيه استمرار، يعني سلسله مختصرات مثل هذا؟ لا يخفى عليك نفع مثل هذا على عامه الناس. والله يا شيخ عبد الله، الله يحسن اليك والى المشاهدين والمستمعين. الحسنة تقول أختي أختي. لطائف المعارف لم يكن في ذهني أبدا، لكن لما تيسر اختصار جامع العلوم والحكم وأشير علي بالكتاب الآخر اختصرته، وأحسب إن شاء الله أنه سينجح، والسبب أن موضوعه في غاية الأهمية. الناس في المحرم يحتاجون إلى شيء عن محرم،
وفي صفر نفس الشيء، وفي ربيع الأول يتحدث الناس عن أمور كثيرة ما بين شيء من الحوادث السيرة وما بين إنكار بعض البدع، كذلك في رجب وشعبان ورمضان وشوال وذي القعدة وذي الحجة. ثم إن الإمام رحمه الله لما أنهى هذه الأشهر كلها ثنى أو أضاف إليها ما يفعل في مواسم الربيع والشتاء والصيف، فأصبحت عامة للسنة كلها. وهذه الحقيقة، هذا النفس لا أعرفه موجودا لأحد من العلماء السابقين. نعم صديق حسن خان رحمه الله ألف في هذه الموضوعات لكنه في كتاب مختصر. أما الإمام ابن رجب رحمه الله فقد جمع في هذا الكتاب الدرر والفوائد، جمع فيها المواعظ والأحكام والعقائد والأخلاق والسير، كتاب فريد بمعنى الكلمة. الذي أضفته أنا أو عفوا الذي عملته في هذا الكتاب أن بعض المسائل الحقيقة مشتبكة وصعبة للغاية. مثلا أحاديث ربما يعرف الشيخ عبد الله أثابه الله وبعض الإخوان والمشاهدين، أحاديث عاشوراء فيها شيء من التعارض، وفيها ناسخ ومنسوخ، وفيها أول وفيها آخر وفيها مراحل. لما يقرأها طالب العلم فضلا عن من لم يطلب العلم فإنها تصعب عليه، ولا يستطيع في النهاية تحديد هل صيام عاشوراء هل هو مستحب أم ليس بمستحب. فيسر الله لأخيكم أن جلس عليها وتأمل فيها ثم فرق الروايات وأثبت ما يتناسب بعضه مع بعض، فأصبح والله الحمد إن شاء الله يعني كتابا مناسبا للقارئين إن شاء الله. إن شاء الله تختصر أدب الدنيا والدين للماوردي يا شيخ محمد. أدب الدنيا والدين أليس مختصرا يا شيخ؟ لا يعني نبهها على طريقتك أنت جزاك الله خير. أقول لعل أدب الدنيا والدين اختصار لإحياء علوم الدين لصاحبك الغزالي، أو هذاك مختصر من هذه القاصدين. أي راجع جزاك الله خير، راجعها نراجعها إن شاء الله. جزاك الله خير، أكرمك الله. أدعو المشايخ والإخوان والمهتمين أن يتفضلوا علي بأي اقتراح أو ملاحظة أو تصويب، فإني من إخوانهم الصغار ومن مبتدئي طلاب. جزاك الله خير. جزاك الله خير وفق الله. بارك الله فيك شيخ محمد. كان معنا الشيخ محمد بن سليمان المهنة، إمام وخطيب جامع الملك خالد بالرياض، صاحب الكتابين أو المختصرين جامع العلوم والحكم، أيضا لطائف المعارف، مختصرين نافعين. نستأذنك شيخنا في فاصل. تفضل. أعزائي المشاهدين فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال. مجموعة زاد تقدم لكم نخبة مميزة من إصداراتها، كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد، 40 نصيحة لإصلاح البيوت، أدرك أهلك قبل أن يحترقوا، المجمعات التجارية آداب وأحكام، زاد الحج، زاد الصائم، طوبى للشام، كيف تقرأ كتابا، معاني الأذكار، اترك أثرا قبل الرحيل، وكتاب بدعة إعادة فهم النص. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة المواقع التالية. الشافعي هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع، الإمام المحدث، الفقيه، صاحب المذهب. قال الإمام أحمد بن حنبل: إن الله يقيض للناس في رأس كل 100 من يعلمهم السنن، وينفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب. فنظرنا فإذا في رأس 100 عمر بن عبد العزيز، وفي رأس 200 الشافعي. قرأ الموطأ على مالك من حفظه، من مصنفاته الأم في الفقه، والرسالة في أصول الفقه،
واختلاف الحديث وأحكام القرآن وغيرها. توفي رحمه الله سنة 420 من الهجرة. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخلق. عدنا إليكم أعزائي المشاهدين، ولازلنا وإياكم في عرض هذه الكتب النافعة مع شيخنا الشيخ عبد الله البطاطي، حياكم الله. نستمر يا شيخ. طبعا نحن على غرار الاختصارات والتهذيب قلنا وقفنا عند هذا، لكن وهو اختصار التعظيم قدر الصلاة لأختنا الفاضلة الأستاذة الدكتورة أسماء بنت سليمان السويلم. طبعا نحن هذا من إصدارات دار الصماعي، وهي دار مشهورة معروفة بالرياض، وسبق أنه صاحبة داخل معنا. طيب هذا أيضا سلمك الله كتاب من كتب الأثبات والمشيخات، سماه صاحبه الفرائد في عوالي الأسانيد وغوالي الفوائد، ثبت العلامة المحدث الشيخ محمد يونس الجونفوري أو الجونفوري ثم السهارنفوري شيخ الحديث بجامعة مظاهر العلوم بسهارنفور بالهند. طبعا هذا الشيخ ما زال حيا حفظه الله ووفقه. قام أحد تلاميذه وهو الأخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد أكرم الندوي وخرج له هذا الثبت. هذا الثبت معناه أنه يذكر له أسانيده إلى الكتب، أو أسانيده للكتب المشهورة كتب السنة ولا غيرها، أو أسانيده إلى الأثبات من تلقى عنهم من أهل العلم أثباته ومشايخهم. فذكر هو قام وترجم للمؤلف أو لصاحب الثبت وهو العلامة محمد يونس، ترجم له وزاد على ذلك بعض الفوائد كما سماه غوالي الفوائد، وزاد فوائد وأشياء حديثية ونحو ذلك. قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد زياد التكلة بمراجعة هذا العمل، وقدم لهذا العمل وأضاف أشياء ونقح أشياء وزاد أشياء، وهو صاحب قلم تصحيحي معروف نافع مبارك بارك الله فيه، له عدد من المؤلفات وفقه الله. فخرج لنا هذا الثبت الآن لأحد علماء الهند من أهل الحديث، من أهل الحديث حي ما زال، لكنه صاحب إسناد عال ومشهور معروف وطلاب منتشر شرقا وغربا. طبعا هذا من إصدارات أيضا مكتبة نظام يعقوبي الخاصة بالبحرين، وهو من طباعة دار البشائر الإسلامية. هذا أيضا كتاب مليح في الآداب، سماه صاحبه تحفة الأحباب بشرح الجامع للآداب. الجامع للآداب هو كاتب للإمام الحافظ بن عبد البر، مش معروف مشهور، ليس له كتاب بهذا الاسم، إنما هو جاء عمد أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محب الدين أبي أنس مالك ابن خالد بن علي السيد الجديدة عفى الله عنه، قام وأخذ آخر كتاب الكافي في فقه أهل المدينة. هذا كتاب الحافظ ابن عبد البر، ألف كتاب سماها الكافي في فقه أهل المدينة، آخره فيه كتاب جامع للآداب، وهذه طريقة المالكية يجعلون في آخر كتبهم كتب الفقه جامعا للآداب. فهو استل هذا الجامع للآداب وشرحه في كتابه تحفة الأحباب بشرح معاصر، حاول أن يمزج بين الأصل والمتن حتى يكون الكلام متسق لأنه أسهل في الفهم، وبدأ يعلق ويهشي ونحو ذلك، وقدم له الشيخ عبد الحفيظ ملك المكي وفقه الله. وهذا الكتاب من إصدارات دار البشائر الإسلامية. هذا أيضا كتاب مليح، يعني كتاب من عفو الخاطر، هو اسمه عفو الخاطر، اسمه عفو الخاطر كلمات في صميم الحياة. طبعا لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ عايض قرني بهذه المناسبة ندعو الله عز وجل يشفيها ويرفع عنه ما ألم به ويعجل بشفاه ويجعل ما أصابه كفارة في الحادثة الأثيمة المعروفة بمحاولة الاغتيال. طبعا هو قال في المقدمة الشيخ عايض القرني أنه هذه لا لها زمام ولا خطام، هي مجرد خواطر تربوية، خواطر إيمانية، خواطر دعوية وعظية، حاولت أني أجعلها، هو يقول إنها قريبة للتغريد بتويتر، من أراد يغرد فيأخذ ويغرد، ولهذا هو مقسمها، شوفها تقريبا حصلها مقسمة تقسيمات، تصبح كل قسم منها يعني مختصرة إلى تغريدة. وهذا من إصدارات طبعا دار البشائر الإسلامية متميزة بإصداراتها الجميلة. هذا الكتاب بحث
عالي جدا من البحوث العلمية الرصينة، وهو كتاب مختلف الحديث. عارف مختلف الحديث؟ مختلف الحديث؟ مختلف، نعم. اختلاف الحديث المراد به الأحاديث التي ظاهرها التعارض، وكيف جمع أهل العلم بينها ودفعوا هذا التعارض. طبعا لا يخفى عليك أن التعارض في النصوص الشرعية، سواء التعارض بالآيات بين الآيات أو بين الأحاديث أو بين الآيات والأحاديث، هذا تعارض صوري ليس بحقيقي. صوري معنى صوري يعني في بادئ النظر والرأي يبدو للناظر أن بينهما تعارض، لكن في الحقيقة، لكن الحقيقة ليس بينهما تعارض، لأنها خرجت من مشكات واحدة. نعم. لأن التعارض والتناقض يدل على، يعني يتنزل عنه عقلاء الناس فضلا عن يكون كلام نبي. نعم. صلى الله عليه وسلم. أهل الحديث كانوا يتكلمون عن مختلف الحديث هذا ويحاولون جمع بينه، وعندهم طرق للجمع ما بين القول بجمع الحديثين بطريقة من طرق الجمع، أو الصيرورة إلى النسخ، أو الصيرورة إلى الترجيح. وهذه مباحث معروفة مطروقة في كتب الأصول في باب التعارض والترجيح، أو بعض يسميه التعادل والترجيح. طبعا قل أن يفرد مختلف الحديث في كتاب، قليل في هذا، لكن أهل العلم يتكلمون عن مختلف الحديث في ثنايا شروح الحديث، أو في كلامهم عن غريب الحديث في هذا وهذا، والكلام مفضوح طويل. المؤلف وفقه الله، وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن جابر الحمادي، قام وجمع مختلف الحديث عند الإمام ابن عبد البر عرضا ودراسة، كذا رسالته، عرضا ودراسة، وقام واستقصى كلامه في كتاب واحد له، وهو كتاب التمهيد لابن عبد البر، وهو كتاب عظيم مشهور، وجمع كل ما تعرض له الحافظ ابن عبد البر مما قال أنه تعارض أو تناقض أو تضاد أو نحو ذلك، صرح بذلك أو لم يصرح، لكن حاول الجمع وتكلم في هذا الكتاب عن هذا الموضوع، عن عن عن, عن جمع كلام ابن عبد البر حول هذا الموضوع، ثم حاول يستخلص منهجه، ما هو المنهج الذي سار عليه ابن عبد البر في طريقة الجمع بين الأحاديث المتعارضة. زيد على ذلك، شوف أنا حطيت منديل هنا في آخر المجلد الثاني، الحقيقة تحفنا بفهرس كامل بحوالي قرابة 10 صفحات، فهرس كامل للفوائد المنتقاه من بحثه، يعني التي لا يمكن تفهرس في فهرس الموضوعات، وقد يغفل عنها طالب العلم أو طالب أو محصل الفائدة، مع أنها موجودة في البحث وهي مهمة. وهذه طريقة ممتازة جدا لمن يجرد المطولات، أن يجعل في آخر بحثه فهرس للفوائد التي ينتقيها، التي قد لا يحصل عليها من يقرأ الكتاب الأصل أو حتى كتابه هذا. نعم، هي العادة أنه في آخر الكتاب يكون فهرس للمواضيع، جاء في موجود. نعم. لكن هي يعني يجعلها في فهرس خاص تمييزا لها. جميلة. من أراد الفوائد، فوائد في الرواة، فوائد في بعض الأحاديث، في بعض الأسانيد، هذا غير التبويب العام والإجمالي للرسالة. جميل. هذا يختلف عن هذا. جميل. أيضا معنا الآن مداخلة هاتفية من صاحب هذا الكتاب النافع، فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن جابر الحمادي. حياكم الله يا شيخ. حياكم الله، بارك فيكم. يا مرحبا. طبعا الشيخ الدكتور عبد الله بن جابر هو أستاذ مساعد في الفقه. شيخ عبد الله، يعني إصدار مبارك هذا الكتاب، لو تحدثون أو تحدث الجمهور عن هذا الكتاب. بداية، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فأشكر أخي مقدم البرنامج الأستاذ علي بن موسى، حياك الله، وأشكر كذلك الشيخ الدكتور عبد الله البطاطي على هذه الاستضافة، يعطيك العافية، وأشكركم كذلك على التعريف بهذه الرسالة مختلف الحديث عند الإمام بن عبد البر. والدكتور عبد الله من الخبراء بالكتب، سأل الله تعالى أن يبارك فيه وينفع بجهوده. آمين. جزاك الله خير، بارك الله فيك. وأشكرك كذلك الشيخ عبد الله على التنبيه على أن وصف الأحاديث بالاختلاف لا يعني أنها صدرت عن النبي صلى الله عليه وسلم مختلفة، فهو منزه عن ذلك، وإنما المراد ما يختلف فيه من الحديث بحسب أفهام الناس، فهو اختلاف صوري شكلي ظاهري قد يبدو في للناظر ابتداء ثم يزول بعد التأمل والنظر والبحث. وقد لخص ابن القيم رحمه الله هذا بعبارة تحفظ، فقال: الاختلاف والإشكال والالتباس إنما هو في الأفهام،
لا فيما صدر من بين شفتيه من الكلام عليه الصلاة والسلام. مختلف الحديث كما أشار فضيلة الشيخ مبحث في غاية الأهمية، من خلاله تفهم الأحاديث النبوية فهما سليما، خاصة تلك الأحاديث التي وقع بينها شيء من الاختلاف. في العناية بهذا العلم رد لكثير من الشبهات التي يطعن بها على السنة النبوية. كذلك معلوم أن جملة كبيرة من مسائل الفقه سبب الخلاف فيها اختلاف الأحاديث الظاهر، فالتوصل إلى ترجيح في تلك المسائل يفتقد الإلمام بهذا المبحث. عني أهل العلم من قديم بهذا المبحث على تفاوت بينهم، كما أشار فضيلة الشيخ كانوا يعتنون في الشروح المطولة بدفع الاختلاف على الأحاديث في أثناء الشرح على تفاوت بينهم، منهم من يطيل ومنهم من يختصر كالخطابي رحمه الله وابن بطال وابن عبد البر وابو العباس القرطبي والنووي والرجب وابن حجر وغيرهم. ولعلي أنبه هنا على أهمية كتاب المفهم لأبي العباس القرطبي، له عناية بالغة بالإشارة إلى الاختلاف بين الأحاديث، ينبه على موضع الاختلاف وكذلك ينبه على كيفية دفع ذلك الاختلاف، وهو أصولي متمكن. وقد عنيت إحدى الفاضلات في بدراسة مختلف الحديث عند أبي العباس القرطبي في رسالة ماجستير في جامعة أم القرى، وهي الباحثة جواهر العمودية. والله لا تكتحث يا شيخ عبد الله، لا تكتحث على طباعة الكتاب. والله أنا أرجو ذلك، أنا لا يسأل لي تواصل معه، لكني من ضمن الكتب اللي كنت مرت علي في الشبكة مختلف الحديث عند أبي العباس القرطبي. إذا لا تسمعنا إن شاء الله وتبادر بإذن الله بطباعته. والله نتمنى ذلك. وهناك كتب كثيرة كتبت عند ابن العربي رحمه الله وعند ابن خزيمة وعند ابن حبان والبغوي وغيرهم من أهل العلم. هناك كذلك كتب أفردت بالتصنيف من قديم، لعل من أولها كتاب اختلاف الحديث للإمام الشافعي رحمه الله، فيه تأصيل نفيس لهذا العلم مع تطبيقات كبيرة، لكن لغة عالية رحمة الله عليه. طيب. كذلك من الكتب المصنفة في المختلف ويغفل عنها كثير من طلاب العلم ناسخ الحديث ومنسوخه، كالأثرم، كتاب الأثرم وكتاب ابن شاهين وكتاب الحازمي، لا يلتزمون فيه ذكر الأحاديث التي فيها نسخ فقط التي يدفع فيها التعارض بالنسخ، بل أحيانا يلجؤون للجمع حين الترجيح. من أوسع الكتب المصنفة مشكل الحديث أو يسمى مشكل الآثار للطحاوي، وكذلك تهذيب الآثار للإمام الطبري رحمه الله. طيب وهنا أنبه من أوسع الكتب المصنفة إذا نزلت ليش كتاب لا أعلم عن وجوده، وذكرته في الرسالة، وكتاب الأحاديث التي ظاهرها التعارض ونفي التعارض عنها للإمام ابن حزم رحمه الله. هو وعد في كتابه الإحكام في أصول الأحكام أنه سيصنف في هذا الباب، ذكر الذهبي في ترجمته أنه صنف في هذا الباب وأنه يقع مصنفه في 10,000 ورقة. ونتمنى أن يبحث عنه طلاب العلم ويخرجوه للناس. يعني يحسن التنبيه أيضا قبل الختام إلى أنه يلاحظ في السنوات الأخيرة عناية كثير من أقسام الدراسات العليا بهذا العلم، من حيث الرسائل التي تدرس ومن حيث إفراد المادة للتصنيف، إفراد مختلف الحديث بالتدريس آسف. وفي رأيي أن أصول هذا العلم، وعليك توافقني يا شيخ عبد الله، أصول هذا العلم ومبادئه ينبغي أن تدرس حتى في التعليم العام، وينبه عليها في البرامج العامة سواء في الإذاعة أو في القنوات المختلفة، صيانة لشبابنا وبناتنا من تلك الشبهات التي تثار على السنة النبوية بين حين وآخر. صحيح. ونسأل الله تعالى أن وهذا يا شيخ عبد الله مما يستغله أعداء الدين من العلمانيين وغيرهم للطعن والتشكيك في الدين بضرب بعضها ببعض، لما يستغلون ظاهر التعارض في تسويق مثل هذه الدعوة في التشكيك بالدين. نسأل الله عز وجل المعافية. طيب سؤال يا شيخ عبد الله، من خلال بحثك القيم هذا، هل تبين لك أن الحافظ ابن عبد البر له طريقة في الجمع بين بمختلف الحديث أو دفع التعارض، يعني ما وقفت عليها عند أحد من أهل العلم، يعني شيء مبتكر، ولا هي نفس الخطوات يسير عليها المتأخر كما سار عليها المتقدم، ما في شيء جديد؟ هو ينقل منهجه، فهذا نقل منهجه في أكثر من موضع، وقال الذي عليه أهل العلم بالآثار أنهم يجمعون ويوفقون بين الأحاديث قدر ما أمكن. أي نعم. نعم. طيب. ثم إن لم يجدوا يعني وجها للجمع انتقلوا إلى النظر في التاريخ ثم الترجيح بين الأحاديث.
نعم، مسألة أصولية مشهورة، أيهم يقدم على الآخر. طب سؤال أخير يا شيخ عبد الله، طبعا تفضل شيخ. الجمهور يتشوف منك اللي يعني تبشرهم كذا بشرى بمشروع علمي قادم لك إن شاء الله، يعني تخصنا به في البرنامج، جزاك الله خير. الله يحفظكم ويبارك فيكم شيخنا. في الحقيقة إن شاء الله بإذن الله في النية إن شاء الله طباعة رسالة الدكتوراه قريبا. ما شاء الله. كانت الماجستير في الحديث، وأما الدكتوراه فهي في الفقه، فقه المعاملات المالية المعاصرة، وإن شاء الله تطبع بعنوان التمويل من خلال بيوع العينة وتطبيقات المعاصرة. جزاك الله خير، بارك الله، الله فيك يا شيخ عبد الله، جزاك الله وإن خير. شاء الله تطبع قريبا إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيك شيخنا. الله كان يحفظك. معنا الشيخ الدكتور عبد الله بن جابر الحمادي، أستاذ مساعد في الفقه. نسأل الله أن يبارك له في إصداراته، وأن يعينه على ما هو مقدم على ما هو مقدم عليه بإذن الله عز وجل. شيخنا نعم، نواصل. نحن بس حبينا نكمل المعلومة، وهي أن هذا الكتاب من إصدارات دار كنوز إشبيلية، نعم، بالرياض معروفة، وأخونا الدكتور عمار هو اللي قائم على هذه الدار وفقه الله، ولهذه اختياراته متميزة. وهذه الكتب الرسائل العلمية مدعومة من الصندوق الخيري، يمكن شايفين هنا الصندوق الخيري لنشر البحوث والرسائل العلمية. نعم. والحقيقة هذا الصندوق قد دعم كثير من الرسائل العلمية لتخرج مخفضة، ونرجو على غرار هذا الصندوق أن يخرج صناديق أخرى. ودار كنوز إشبيلية الحقيقة مبدعة في هذا الصندوق، وما أدري ماذا يوجد من الصناديق الأخرى لدعم مثل هذه الأعمال، لكن حقيقة يشكرون عليه. مرارا قلنا التزاوج بين أصحاب رؤوس الأموال مع أصحاب رؤوس العلم، نعم، يحتاج إلى هذا صحيح. وهذا صحيح. طيب، هذا سلمك الله أيضا رسالة علمية سماها صاحبها فقه مقاصد الدعوة إلى الله تعالى وأثره في حياة الداعية. هذا من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ سعد بن عبد الله بن سعد القعود، ومن إصدارات دار أطلس الخضراء بالرياض. طبعا هو قال فقه مقاصد الدعوة إلى الله، لم يتكلم عن المقاصد المعروفة كما يتكلم عنها الأصوليون، ليس هذا مراده. مراده الداعي إلى الله، ما مدى حاجته لمعرفة ما يدعو مقاصد الشرع فيما يدعو إليه، لأن هذا مؤثر. لأن بعض الناس أحيانا يقدم بعض الأشياء التي هي أقل أهمية من الأعلى. الشارع عنده أصول عامة يحرص عليها وهي أولوية بالنسبة له. الداعي إذا كان على مستوى عالي من الفقه فإنه يعرف ماذا يقدم وماذا يؤخر. نعم. وهذا ينفعه كثيرا عن مسألة التزاحم، لو حصل تزاحم أيهما يقدم، لا شك أن ومسألة بدل الجهد والمال أيهما يقدم في الدعوة، معرفة المقاصد. هو ذكر هذا، وذكر الضوابط ما يحتاجه الداعية من هذه المقاصد، وذكر أن مسألة إعمال المقاصد بالكلية مع عدم الالتفات إلى النصوص الشرعية أن هذا غلو في مقابل غلو ترك المقاصد بالكلية. نعم. وفقه الله وحاول الجمع بين هذا وهذا، والحقيقة هذا يعتبر أول بحث عندنا يتكلم عن أهمية المقاصد في الدعوة فقط، ليس في عموم. أما الكلام عن المقاصد عموما لا، هذه له كتب أخرى، وفقه نعم. الله. نعم. هذا أيضا كتاب لطيف قام به أخونا الحبيب فضيلة الشيخ العلامة الأستاذ الدكتور ناصر بن عبد الله القفاري، وهو عالم من علماء العقيدة معروف مشهور، له مؤلفات نافعة مباركة وسيارة، وخاصة ما ألفه عن التشيع لأن باعه طويل في هذا الباب، ولعلنا نأتي لعرض بعض هذه الكتب. نعم. هذه سماها محاضرات في العقيدة، هذه مادة أوكلت إليه ليدرسها في كلية الشريعة للمتخصصين، لكن في قسم واحد من أقسام العقيدة. قام وفقه الله إلى الكتاب المعتمد المعروف المشهور شرح العقيدة الطحاوية، ولخص فيه عن أربع قضايا فقط من قضايا الإيمان: الإيمان بالملائكة وبالكتب وبالرسل واليوم الآخر، هذه أربعة. نعم. وأركان الإيمان ستة: الإيمان بالله، وفي باقي الأخير الإيمان بالقضاء والقدر. نعم. لكن المقرر في الأربعة هذه، وليت وأتم بقية الأركان الإيمان. نعم. حتى يكون الكتاب كامل في أركان الإيمان. المقصود أنه هذه لأنها تخصصية قام هو وألفها بطريقة معاصرة، وزاد أشياء من غير شرح الطحاوية، لكن عمدته شرح الطحاوية، وأضاف إليها أشياء ونسق نبع على بعض اللفتات وبعض القضايا المهمة في هذا الكتاب، وهو في مجلد من إصدارات دار العقيدة للنشر والتوزيع. نعم. والشيخ ناصر القفاري إن شاء الله خرج له في معرض الكتاب هذا عدد من الكتب تزيد على عشرة ما شاء الله، وفقه الله. ما شاء الله. هذا أيضا رسالة علمية، هذا رسالة علمية سماها صاحبها فقه الصحابي الجليل عبد الله ابن عمرو بن العاص جمعا ودراسة.
دراسة فقهية مقارنة من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أيمن طلال عبد الونيس. أنا تأكدت من الاسم، عبد الونيس كذا بهذا الاسم. نعم. معنى الونيس ليس من أسماء الله. نعم. لكن ليس فيه إشكال. هو إشكال ليس من أسماء الله. نعم. لكن إيش يفعل يعني؟ حصل أجداده مسمين عبد الونيس، يعني كيف يفعل؟ نعم. المقصود هذا أصلا رسالة دكتوراه في الفقه المقارن. طبعا هذا الكتاب من إصدارات دار القرطبي ومن إصدارات دار المودة بالاشتراك بين الاثنين. نعم. أخونا الحبيب قام وجمع، قال لم أرى من جمع آثار الآثار الفقهية للشيء للصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص، قام هو وجمعها وفرزها وقسمها، فما صح إسناده ذكرها هنا، ما صح إسناده إلى عبد الله بن عمرو العاص من مسائل الفقه. نعم ذكره في هذا. ذكرها واستبعد ما لم يصح إسناده، واستبعد أيضا ما يعزى إليه من اختيارات فقهية أو ما ينسب إليه من المذاهب في بطون الفقه المطولة، وليته لم يفعل، يعني ليته لم يستبعد. لأنه في الحقيقة إذا قصدت الجمع إلى فقه عبد الله بن عمرو العاص، فأنت قطعا بين اتجاهين، بين ما يثبت له وبين ما لم يثبت. نعم. فحتى ما لم يثبت يحتاج إلى ذكره وذكر علته، وإلا سيبقى يتناقل كما هو من دون بيان. فلو أنه ما استثنى ذلك وجمعها ووضعها لكان أفيد، لكن وفقه الله قام هو وجمع المسندة، الآراء المسندة لعبد الله بن عمرو العاص، الآراء الفقهية فقط، انتبه. نعم. ودرسها، ما صح ذكره، ثم بدأ يقارن كلام عبد الله بن عمرو العاص بكلام غير من الأئمة. والحقيقة المقارن بكلام غير من الأئمة هذا يعني طريقة مسلوكة مطروقة في جميع البحاث، وهي قليلة الجدوى. الحقيقة قليلة الجدوى كلامنا عن فقه عبد الله بن عمرو العاص. نعم. لو كان الكلام من أين أخذ هذا وماذا جرى له وأفتى لمن، وهل تغير رأيه في المسألة أو لا، ومن قلدهم إلى إما في ذلك، هذا لينفع. أما صحيح. مجرد ذكر قول الصحابي فلان ولا إمام فلان ثم يبدأ في المقارنات بين المذاهب، هذه يعني سهلة جدا مسألة المقارنات. وفقه الله، وليته أتم ذلك، ولعله إن شاء الله يسمعنا ويتم الباقي إن شاء الله.